عشان تاخد لحم كتير من البط وعشان تعمل دورة تسمين ناجحة ليك وليه تخليه يوصل لخمسة كيلو في شهرين ونص. تابع معانا الفيديو الجديد ده على قناة طيور فوق السطح. البط بيختلف من نوع لنوع في تغذيته، يعني لو قلنا بط بلدي بيرمي اقل من البط المسكوفي او المولر او الفرنساوي، لكن في الحقيقه البط البلدي على قله لحمه لكن هو احلى لحم ممكن تاكله. اما بقى انواع البط فهي بتختلف من حيث كثره اللحم وطعمه. بنلاقي المسكوفي هو احلى لحم بعد البط البلدي، وفي نفس الوقت بيدي لحم كتير وفي وقت اقل بكتير، وبياكل كل شيء قدامه ايا كان. فالنهارده هنكلمكم عن خلطه هتخلي اي بط حتى لو كان بلدي يرمي لحم كتير. لو عايز البطه توصل معاك لخمسة او ستة كيلو لحم في وقت قصير، الخلطه دي اللي هنقدمها النهارده ليها فوائد عديده، وكمان ليها دور في تحصين البط. يعني مش هنعوز نحصن البط لو اكل الخلطه دي، والخلطه دي مش بتدي دهون في البط، لا، دي بتدي لحم احمر فقط، وده المطلوب عشان صحتنا. من اول يوم كده معانا البطة نديها محلول معالجة الجفاف وعسل ابيض. بنقدم المية الاول وعليها المحلول والعسل، وبعد المية بنص ساعة كده مش كتير بنقدم العلف البادي الناعم 23% بروتين. البط يفضل ياكل في العلف ده لحد عمر شهر ونص، واول ما يكمل شهر ونص هنبتدي نضيف الاضافات اللي هتدينا اللحم الكتير والوزن الكبير، وهي عبارة عن كيلو ذرة مدشوشة، كيلو فول ناشف مدشوش بقشره، كيلو عيش ناشف مدشوش ناعم، كيلو ردة، وهنحط معاهم معلقة زنجبيل، معلقة كركم، معلقة حلبة، حصى مدشوشة ناعم، ومعلقة كبيرة من ملح الطعام. هنخلطهم كويس مع المكونات دي كلها ونقدم للبط العليقة دي، وعلى عمر شهرين ونص هنلاقي البطة وصلت معانا من 5 لـ6 كيلو. طبعا زي ما قلنا ان الخلطة دي كافية جدا ومش هنحتاج معاها اي حاجة تانية، ولا الياف ولا خضروات وتكلفة زيادة، لانها فيها الالياف الكافية جدا. وفي ظرف المدة اللي قلنا عليها دي البط هيكبر ووزنه هيزيد وهيبقى صالح للذبح، وكمان لحمه حلو ومفهوش دهون، ولو عايز تبيع هتكسب فيه كتير لانه جاب لحم في مدة قليلة وكمان لحم كتير. نشوفكم على خير بقى، ما تنسوش تحدي النهاردة 200 لايك و2000 اشتراك هنوصل ليهم ان شاء الله من خلال الفيديو ده. وياريت تاخدوا لفة كده في قناة طيور فوق السطح، هتلاقوا فيديوهات كتيرة 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 هتعجبكم. ونشوفكم على خير يا حبايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.